معانا على التليفون سيرين هشام ابو سريع. ازيك وكل سنه وانت طيبه. ازاي حضرتك؟ حضرتك طيبه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. سمع كابتن هشام بيقول ايه وبيحكي ايه؟ ده انا لسه سامعه دلوقتي الصراحه. طب انتوا بقى في العيد بتعملوا ايه دايما؟ يعني كابتن هشام بيعمل معاكوا ايه؟ هل في طقوس معينه؟ لا احنا بس واحنا يعني بنصحى كده بابي بقى يقعد يعمل لنا الفطار تمام؟ يعني لو ما نزلناش نجبسي اوكي؟ اوكي يقعد ده يعمل لنا الفول والحاجات التحفه بتاعته دي بصراحه. وبعدين بننزل يعني بنصلي او حاجه وبعدين نروح لجبسي نقضي معاها اليوم. وبدرس. طيب انا لسه كنت بسال كابتن هشام انتوا شايفين مين بيعرف يطبخ احسن، كابتن هشام ولا ماما؟ ده كده هتدرس في البيت. في البيت ده معناه ان بابا. هو بصراحه كل واحد بيئته، بس اللي هو يعني بحس ان بابي يعني لا شاطر قوي عشان هو اللي هو بيجيب يعني الطبخه من على الانترنت وبيقلدها بالظبط بصراحه. بس لكن ماما مش بتجيب من على الانترنت، ماما بتعمل من يعني من نفسها. بس اكيد في حاجات ماما بتعرف تعملها حلو وفي حاجات بابا بيعرف عشان برضه ما بقصش الدنيا. هو بابي اكتر حاجه بصراحه السوي والبابا غنوج والكلام ده. هو لسه فعلا بيقول بابا غنوج شكله فيه شهاده خطيره. طيب انت بتلعبي ايه يا سيرين؟ انا كنت بلعب كواش وبطلت عشان انا اتصلت عليكي بقى. اوكي بذاكر. نفسك تكملي في حاجة أو نفسك مثلا كنت تلعبي باسكت زي كابتن هشام؟ هو الباسكت بصراحة أنا قعدت ألعب فيه سنة ونص بس يعني لا مش حسيت إن أنا لا مش شبهي يعني بصراحة. أوكي مش يعني أنتِ حابة لعبة فردية أكتر؟ كنت متخيلة إن أنا لما أدخل الباسكت مش هقعد أتدرب كتير عشان نوصل للأقل من بابي طبعا شوية بس فلا فضلت اتدرب كتير قوي ما وصلتش لحاجه ولا كان صوته كده فلا يعني زهقت بصراحه. هو فعلا لسه كابتن هشام كان بيتكلم عن التعليم وفكره التعليم والرياضه، يعني الاثنين بيبقوا صعبين بس ممكن بعد ثالثه اعدادي ممكن نبتدي نرجع تاني وننظم بقى حياتنا على الاقل، لان برضه الرياضه ساعات بتنظم حتى المذاكره، تبقي بتخلصي تمرين مش قادره بقى غير انت تروحي تنامي ساعتين وتصحي تذاكري، فده برضه دي حقيقه وبيبقى عندي دروس على طول فما فيش وقت. دي حقيقة. طب أنا عايز أعرف منك طقوس كابتن هشام في البيت، هل كابتن هشام هادي؟ هل هو عصبي؟ هل مثلا لما بيتفرج على ماتشات معينة في البيت بيبقى ليه طقوس معينة؟ هو بابي يعني بيصحى يقعد الساعة 8 الصبح عشان يقعد يفطر، بعدين بقى يقعد يهزر طول اليوم بيبقى هزار تمام؟ ما بيعملش حاجة إن هو بيهزر طبعًا، وبعدين بنقعد أنا وهو لازم نتكلم شوية بقى، يقعد يديني كل يوم كده درس تمام؟ باخد رأيه في حاجات وكده. ولو طب طبعا البيت مقلول عشان بابي بيتفاعل جامد مع الماتش، صح احنا كلنا بنتفاعل يعني. بس انتوا كلكم زملكاويه؟ كلنا زملكاويه في الباسكت. اوكي الباسكت باسكت. خدي بالك سيرين انتوا بقى تانية في رياضات تانية. اهدي يا سيرين. اهدي يا سيرين. طيب مش بقى نتكلم على الباسكت، خليها في الباسكت. حلو بالظبط كده. طيب كابتن هشام ايه اكتر حاجه بتحب تقولها لسيرين بوجه شخصي؟ يعني انت عارف مثلا شخصيه سيرين فدايما بتوجهها او نصيحه دايما بتقولها لها. هي سيرين يعني مختلفه شويه عن اختها عن نور. سيرين عندها السوشياليتي عاليه جدا. اوكي. بتحب تتفاعل مع كل الاحداث اللي في البيت، يعني ما فيش حدث يعدي من تحت ايديها كده يمر مرور الكرام. اوكي. سواء مع معايا او سواء مع مامتها او سواء مع الاسره. أوكي. في عيد ميلاد مثلا عمتها، في عيد ميلاد عمها، لازم تبعت على الواتساب وتروح. حلو. وتزور وتعمل. يعني الحقيقه واخده الكاركتر بتاعي من وانا صغير، شقيه جدا طبعا، شقاوه غير عاديه. مدرسة مع اصحابها معانا بتاعت مقالب، يعني ما بتفوتش حاجه، هي واخده الكاركتر شقي. اوكي. رغم ان هي زي ما قلت لحضرتك او هي بتقول انه عمليه الرياضه وبتاع، انما هي واخده الكاركتر من التعامل معانا يعني. انما الحاجه اللي دايما بقولها لها بنبهها ليها هي منظمه في وقتها وكل حاجه، بس لعبيه جدا. يعني موضوع الدراسه ده بالنسبه لها الحقيقه انا سرير محمد
يعني بقول كده على الملأ بس حقيقة يعني ايه، لو ركزت في دراسة قوي من الناس الذكية جدا أوكي. بتلقط بسرعة جدا الوقت بتاعها لا لازم يتهندل شوية أوكي. ليه؟ عشان تطلع more organized، لانه عشان تنجح بدرجة كويسة لازم اركز اكتر من كده، ولازم ادي الحاجة حقها كما يجب. هي بتديها حاجة صغيرة جدا تجيب درجات كويسة جدا. طب انت لو ما بالك بقى لو قعدت لو اديتيها اكتر من اديتيها حق بقى حق لا هيبقى النجاح مبهر. هو اكيد اكيد يعني يمكن ثالثه اعدادي دي ياسرين هتعلمك حاجات كتير قوي، يعني دي حقيقه هتبقى سنه فارقه جدا جدا معاك. طب انت عندك رد على كابتن هشام الاول؟ هو لا، هو كلام طبي بصراحه كله صح، وبالذات في المذاكره دي انا على فكره مطلعه له في كل حاجه بصراحه. يعني شفت الشماعه ان هي طالعه لك يعني خلاص مش تعترم يعني. وانا فعلا مجموعي ما كانش كبير في اي حاجه من حاجات الدراسه غير لما ابتديت اخش كليه اللي انا عايزها أوكي. جيد جدا الدراسات العليا جيد. فليه؟ لان برضو معلش مع احترامي للجهات التعليميه او التعليم الحالي أوكي. انت بتتعلمي حاجه غير اللي انت حابه ان انت تشتغليها او حابه تعمليها أوكي. فالدراسه في بقول ان مش ده الميجرمنت الحقيقي للطفل دي حقيقة. ولذلك بس نفسي هي حاجه مهمه في حياه الطفل يعني طبعًا. خطوه مهمه جدا جدا يا سيرين. بس عايزه اعرف حاجه اخيره، انت عايزه تطلعي ايه؟ نفسك تطلعي ايه؟ هو انا بصراحه بحب الساينس قوي اوكي، وبقى الفضاء وكده، فعارفه ان صعب جدا ان نشتغل في الفضاء هنا بالذات في البلد يعني، بس انا حابه قوي كده ان انا استكشف حاجات يعني اما اثار بقى وكده يا اما فضاء وكده. بصي خليني اقول لك على حاجه في موضوع الفضاء، لا في مصر اعتقد جامعه زويل في ده، بس ده يعني مبدئيا لو وصلتي له هتبقى حاجه عظيمه جدا جدا ايا كان، عايزه ده او عايزه اثار، بس ده لو عايزاه وحطاه في دماغك فعلا فعلا هيبقى حاجه تانية خالص. قليل جدا فعلا في مصر، مكانه تانية مكانه مرموقه جدا جدا. بس على الصعيد التاني انت محتاجه من السنه دي تغيري اتجاه مذاكرتك ودراستك تماما، محتاجه تركيز. الساينس كمان محتاج تركيز جدا جدا، الفيزيكس والكيمستري والحاجات دي، فانا بشجعك جدا في ده جدا جدا. دراسه حلوه، كليه حلوه، كمان كابتن هشام بيقول ان انت ذكيه يور سمارت من غير حتى ما تبذلي مجهود، ما بالك لو بذلتي كمان. فكل التوفيق ليكي، كل سنه وانت طيبه، انا اتبسطت جدا جدا ان انت كنت معانا. كل سنه وكل الزملكاويه طيبه وانت طيبه. الزملكاويه اللي بيشجعوا الباسكت ها؟ الباسكت يا جماعه. حبيبتي يا سيرين ثانك يو يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه.